فعلا صحيح، وصلت الفكرة. ده يا صحيح. دكتور بيودينا برضو لحتة المقارنات دايما ما بين الزوجة، لما بتبدأ تبص ان كده زوجها مش مالي عينها زي ما بيقولوا، والعكس صحيح، الراجل زوجته مش مالي عينه هيبدأ يقارن. هو ده اللي بيحضرك لسه بتقوله دلوقتي، ودانا لحتة المقارنات الكبيرة اللي هتؤدي في الآخر مشكلة زوجية هتؤدي في الآخر للطلاق. بالظبط. فده اللي لسه حضرتك بتقوله. أيوه. فكرة الطلاق، بما ان دخلنا في النقطة دي دكتورة نشوى، هل جالك حالات في المكتب بتاع حضرتك طلاق بسبب السوشيال ميديا؟ كتير جدا، كتير جدا. الزوجة او الزوج يعني ساعات الزوج بيكون شاكك في الزوجة اصلا، يعني ممكن لو عملت لايك على صورة حضرتك فانا شكيت فيها. ممكن يعني ممكن ما تكونش هي بتخون اصلا يعني، بس خلاص في ازواج شايفين ان الغيرة الشديدة، ان انا دي مثلا بتعمل لايك لفلان على طول، ده زميلها دخل كلمها، فكل دي مشاكل السيدات. بقى السيدات طبعا إيه، عشان هم مفتش كرومبو في البيت. أيوة. صحيح. فدايما اي حاجه الزوج بيعملها في التليفون او قاعد على التليفون شويه وسرح، فهو كده بيبقى بيخوني. هم في الغالب بيكونوا بيخونوا فعلا، عشان ما نظلمش. لا 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 والله مش فاهمه. لا لا دكتور متفق معاها. لا لا طبعا احنا مش هنعمل فريقين. لا دكتور محمد حضرتك تقدر ترد كده يا دكتور. بص، هو مبدئيا بس عشان نقول حاجه، في احنا ظهر عندنا كده حاجه جزء اسمه الاتنشن ايكونومي او اقتصاد جذب الانتباه. مواقع التواصل الاجتماعي النهارده بقت مبنيه على اقتصاد اسمه ان ازاي اقدر اخليك اطول وقت ممكن. خلينا تعمل تحدي بيننا احنا الاربعه. قول لي كده مره دخلت قلت انا همسك الموبايل 5 دقايق وقعدت 5 دقايق. لو انت قلت لي انت عملت كده انا هديك دلوقتي 100 جنيه. حلو الكلام. مستحاله. فما بالك بقى ان انت النهارده بقى حياتنا مرتبطه بيه، خصوصا بعد جائحه كورونا. الناس لازم تحط الموضوع ده نصب عينهم. جائحه كورونا اثرت فينا بشكل كبير وخلت ارتباطنا بالسوشيال ميديا بشكل اكبر. انا عندي حتى مشكله، انا شخصيا عندي مشكله في التليفون مش سوشيال ميديا، في المكالمات. يعني انت هتقول لي يا احمد يعني اهو يعني منى حتى طبعا ده غير في البيت. منى اهي يعني خير شاهد عليا الموضوع. فعلا المكالمات فعلا بتخليني يا دكتور ان انا اقدر يعني معظم الوقت حتى اللي انا بقضيه في البيت مش عارف اتواصل مع الاسره. أيوة. مش عارف اقعد اتكلم فعلا معاهم. وده برضو في طبيعه شغلي. فانا برضو وصلت لحتة ان انا مش عارف برضو، انا هكلمك كحاله شخصيه عندي انا. مش عارف اعمل ايه. هي يعني هي السوشيال ميديا اثرت علينا بشكل غير طبيعي بصراحه. حتى دلوقتي احنا بنعمل كل حاجه عن طريق التليفون. بالزبط. شغلنا دراستنا كل حاجه عن طريق التليفون والاونلاين، وغير بقى كمان التصفح على الفيسبوك والانستغرام. ده وقت كبير دلوقتي. بقينا في عصر اسمه اللي هو الاتنشن ايكونومي. حتى كده مسمى كده في علم الاقتصاد اسمه الاقتصاد الجديد، اسمه راسماليه البيانات. النهارده كان زمان احنا بنقول عندنا المصطلح كده اسمه البترو دولار، او ان انا عندي اقتصاد الدولار اللي بيعتمد فيه اصلا البترول. لكن النهارده بقت الداتا، النهارده بقى داتا دولار. المعلومات البيانات بتاعت حضرتك الشخصيه بقت بتمثل فلوس. صحيح. النهارده استاذ احمد حضرتك النهارده تيجي تقولي مثلا تعالى يا محمد امسك لي السوشيال ميديا بتاعتي. انت النهارده عشان اتارجت لك التارجت اودينس بتوعك، اجيب لك الناس المفروض يسمعوكي، ما انت بتدفعي فلوس. صح. فلوس مين؟ في البيانات بتاعت الناس اللي هتيجي تسمعي. ان انا دخلت في دايره اهتماماتهم وجبتها، قلت لهم تعالوا دي البيانات دي، الموضوع البرنامج ده بيتكلم عليها. صح. الهاشتاج اللي احنا بنحطه. كل دي امور لما بنحطها تحت بند البيانات او البيانات الضخمه بقت بتمثل فلوس. عشان كده دخلنا في عصر راسماليه البيانات. صحيح. فحضرتك كل ما انا عشان اجيبك بقى لازم اعمل لك حته الجذب. عشان كده ظهر عندنا الانفلت سكرول. انت حضرتك النهارده تخش اي برنامج من التطبيقات طول ما انت بتعملي كده بيطلع لك كتير ما بتخلصش. ايوه صح. مفيش يمكن الا منصه او منصتين هم اللي ما زالوا محتفظين بكلمه صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3 زي جوجل. لكن الباقي كله شغال بالانفلت سكرول. ليه؟ عشان طول ما انت قاعده ايدك بتعمل كده هو بيدخلك في دايلاما. وان انت داخله في 1 2 وبعدين بيعدد لك الايموشنال كمان، بيعدد لك المشاعر من حزن للضحك للزعل لفرح. بيعمل لك اختلاط، وده بيأثر في جزء يمكن عايز اشير ليه، عشان بالذات اللي هم عندهم اولاد دون سن ال 18 ودون سن ال 21. سن ده كارثه يا دكتور. على فكره دي حاجه نفسيه قوي بقى، وخلي بالنا منها كبيره جدا. في نقطه كده مهمه قوي، في عندنا كده في ربنا خلق لنا فصين في المخ. فص اسمه فص الريوردز، ده مخصوص حاجه اسمها المكافئات. ده بيعمل ايه؟ ده بيدي هرمون اسمه الدوبامين، هرمون السعاده. تبقى مبسوطه وانت بتعمل ده. صح. فده بيشتغل معاك من اول ما بتتولد. في بقى حاجه اسمها الفرونت كورتكس او الفص الامامي الجبهي، ده ربنا خلقه عشان يخليك تتحكم في قراراتك.